أهلا بكم. الآن أريد أن أقوم بحل مجموعة من مسائل التكامل بالأجزاء. سوف أقوم بحل قدر ما أستطيع دون أن أربككم. دعوني أكتب الصيغة للتكامل بالأجزاء، وإذا كنتم قد نسيتم ذلك ليس عليكم حفظه، لكن إذا نسيتموه عليكم فقط اشتقاقها من قاعدة الضرب. إنها فقط تقول إذا كان لدينا تكامل، إذا كان لدينا تكامل لـ f x ضرب g فتحة للـ x. إذن لو ترون هنا داخل إشارة التكامل لدينا اقتران واحد، وسوف ترون المشتقة للاقتران الآخر. أعتقد مع الممارسة التكامل بالأجزاء هو فعلا نوع من الفن. إنها ليست منتظمة، إنها تساوي g فتحة للـ x ضرب جي الإكس. هذا كيف أن قاعدة الضرب عكسية، ناقص التكامل لمشتقة الاقتران الأول إف فتحة لي إكس ضرب الاقتران الثاني، أليس كذلك؟ هذا سهل حفظه جدا لأنه متماثل مع الصيغة. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نطبق هذا، وفعليا عندما تعرفون أنه يجب استخدام التكامل بالأجزاء أعتقد أنكم ستجدون هذا ليس صعبا القيام به. الجزء الصعب هو أن تدركوا متى يجب استخدام التكامل بالأجزاء. من وجهة نظري إنه نوع من المسائل التي بحاجة إلى ممارسة ويجب أن تدركوها جيدا. هناك E للقوة X في داخله، أو هناك اقتران حساب مثلثات، ولا نستطيع استخدام عكس قاعدة السلسلة أو التكامل بالتعويض. في هذه الحالة التكامل بالأجزاء هو أفضل خيار، على فرض أن هذا في الامتحان وليس في الحياة الفعلية. في الحياة الفعلية ممكن أن يكون تكامل غير قابل للحل، وعليكم استخدام الكمبيوتر أو تقنيات أخرى. لكن عندما ترى السؤال في الامتحان أنت تعلم أنه قابل للحل، وإذا لم تتمكن من حله بأي طريقة فمن الممكن أن يكون تكامل بالأجزاء. دعونا نأخذ بعض المسائل لنأخذ التكامل لـ x تربيع e للقوة x dx. إذن إذا رأيت هذا ولا أعلم أن هذا العرض عن التكامل بالأجزاء، كيف لي أن أعرف؟ أولا هذا ليس كثير حدود، لذا يمكنني فقط القيام بمشتقة عكسية لكثير حدود بسيط، ثم أريد أن أحاول إذا كان هناك مشتقة لشيء أو لاقتران واحد أو اقتران مركب. هنا يمكننا استخدام عكس قاعدة السلسلة، مشتقة x هنا هي واحد لذا لا يمكنني فعل أي شيء هنا، لذا استخدمت قاعدة السلسلة. والطريقة التي أفكر بها بشأن قاعدة السلسلة هي أنني أريد تبسيطها، لذا عندما أنتقل إلى هذا الحد هنا علي أن أختار f x، علي اختيار f x خارج أحد هذين الاقترانين، لذا إن F فتحة لـ X هي أبسط، أليس كذلك؟ وعلي اختيار G فتحة للـ X، وأنا أخمن أن X تربيع ربما تكون G فتحة للـ X أو E للقوة X. هذا من الممكن أن يكون جي فتحة للإكس، وعندما أقوم باختيار هذا، عندما أقوم بأخذ المشتقة العكسية له سوف يصبح أبسط أو على الأقل أقل تعقيداً. أنا أعلم إذا قمت بأخذ المشتقة لإكس تربيع هذا يبسطها. بالنسبة لي إنها فكرة جيدة، المشتقة العكسية لإي للقوة إكس هي إي للقوة إكس. إذن فكرة جيدة أن نقول أن f x يساوي، دعوني أقوم بتغيير اللون. إذن فكرة جيدة أن f x يساوي x تربيع.
لأنني سوف أقوم بأخذ المشتقة له ومشتقته تبسط الأمر. وفكرة جيدة أن نجعل جي فتحة للإكس، إي للقوة إكس، لأنني فيما بعد سوف أقوم بأخذ المشتقة العكسية له، ومشتقته العكسية هي إي للقوة إكس، ولن يصبح أكثر تعقيدا. إذا فرضنا أن ما أقوم به صحيح، ماذا سوف نقول؟ حسنا، هنا فقط قمنا بضرب الإلكترونين الأصليين، أليس كذلك؟ عندما أقول الإلكترونين الأصليين، أنا لا أعني مشتقة أي منهما. إذن إف الإكس هي إكس تربيع. سأحاول أن أبقي اللون ثابت، إكس تربيع. قلنا جي الإكس الآن لا تشعر بالارتباك، جي فتحة للإكس، دعوني أقوم بكتابتها في الزاوية هنا. إن جي فتحة للإكس يساوي إي للقوة إكس، وبالطبع إن جي فتحة للإكس يساوي إي للقوة إكس، إذن جي الإكس أيضا يساوي إي للقوة إكس. إذن جي الإكس، لا أريدكم أن تعتقدوا أنني أضع جي فتحة للإكس هنا، أنا فقط أخذ المشتقة العكسية وبقي لدينا نفس الاقتران. ومن هذا نقوم بطرح التكامل ونأخذ المشتقة لإكس تربيع لنحصل على 2X، ومن ثم ضرب المشتقة العكسية لجي فتحة للإكس. حسناً، جي فتحة للإكس هي إي للقوة إكس، المشتقة العكسية ما زالت إي للقوة إكس. يجب أن أبدأ، سوف أستخدم الألوان لتعلموا ما الذي أقوم بفعله. أنا أعلم أنه إذا قمت بأخذ المشتقة لإكس تربيع هذا يبسطها، لأنه من الصعب أن تعرف هل أخذت المشتقة أم لا. ومن الممكن أن تعود إلى الوراء إذا ارتبكت. دي إكس، إنها تبدو أبسط قليلا. هذا التكامل يبدو أسهل في الحل من هذا التكامل، لكن مرة أخرى عندما أنظر إلى هذا أقول كيف أقوم بحله؟ لا أستطيع استخدام التكامل بالتعويض لأنه ليس اقتران مجزأ، وأيضا لدينا مشتقته بالمقابل. ربما أنا بحاجة للقيام بالتكامل بالأجزاء مرة أخرى. إذن لنقوم بهذا، دعونا نقوم بهذا بشكل منفصل. لنفرض، أعتقد أن لديكم تعليق بسيط عليه، هذا F الX وهذا G فتحة للX. الآن هذا نوع من التكامل بالأجزاء خلال التكامل بالأجزاء. إذن في هذه الحالة هذا التكامل يصبح متساوي، لأن لدينا إشارة السالب في الخارج. هذا التكامل سوف يصبح F الX ضرب G الX، و F الX هو فقط 2X. لدينا G الX، هذه G فتحة للX هنا. تذكروا أننا نقوم بحل مسألة جديدة خلال المسألة الكبيرة الأصلية. إذن هذا G فتحة للX، لكن G الX ما زال E للقوة X. قمت بأخذ المشتقة العكسية له، وهذا سالب التكامل للمشتقة. للاقتران الأول، أليس كذلك؟ إف فتحة للإكس، هذا فقط 2. ثم المشتقة العكسية للاقتران الثاني،
حسنا، هذا سهل. المشتقة العكسية لإي للقوة إكس هي فقط إي للقوة إكس. هذا ممتع. الآن أعتقد أنكم ترون إلى أين نحن ذاهبون. دعوني أكتب كل هذا الشيء، لأن هذا إكس تربيع إي للقوة إكس، لذا نحن لا نفقد المسار من المسألة الأصلية. هذا ممتع. الآن أعتقد أن لدينا تكامل سهل ومباشر لحله. يجب ألا ننسى دي إكس. ما هو التكامل لي؟ يمكننا أخذ هذه الاثنين خارجاً، وأعتقد أنه أصبح واضحاً التكامل لي إي للقوة إكس. سنلغي هذا، وهذه دي إكس. حسناً، تكامل إي للقوة إكس أو المشتقة العكسية لإي للقوة إكس هي إي للقوة إكس. إذن نكتب، إذن أريد أن أعيد كتابة كل شيء. لدينا إكس تربيع إي للقوة إكس ناقص 2X إي للقوة إكس، أليس كذلك؟ وهذا ناقص، لقد قمت بتوزيعه، لذا تصبح موجب، إنها موجب 2. أنا فقط أخذت السالب وقمت بضربه، بهذا السالب وحصلت على موجب 2. ومن ثم المشتقة العكسية لإي للقوة إكس هي إي للقوة إكس. وبالطبع يجب ألا ننسى أبدا أن نضع زائد سي. علينا معرفة المشتقة العكسية، التكامل المحدود لي إكس تربيع إي للقوة إكس. أراهن أنكم قبل استماعكم إلى التسجيل لم تتخيلوا أبداً أن باستطاعتكم حل تكامل كهذا. يمكنكم أن تحاولوا إكس للقوة إن ضرب إي للقوة إكس. سوف تقوم بفعل هذا العديد والعديد من المرات، لكن في كل مرة تقومون بالتكامل بالأجزاء، إن القوة في حد X تصبح أصغر وأصغر وأصغر حتى تحصل على شيء سهل التكامل، ومن ثم يمكنكم حله، وسوف يكون لديكم نوع من هذه الحدود الطويلة، ربما تكون غير مرتبة ومتفرعة، لكن على الأقل هناك مجموعة من الأدوات يمكنكم معالجة مسائل التكامل كهذه. من الممكن أن أقوم بتسجيل آخر عن التكامل بالأجزاء، لأنني أعتقد أن هذا من أصعب المفاهيم في الفهم، ومن ثم سأحاول أن أقوم بحل مجموعة من الأمثلة، ربما ليس قريبا لكن في الأسابيع المقبلة سأحل الكثير من التكاملات، وسوف أقوم بمزجها بطريقة تجعلكم تتقنون معرفة أي طريقة للتكامل هي الأنسب. سوف أستخدم أدوات أعتقد ستكون مفيدة في حل بعض المسائل. أراكم في العرض المقبل.